انا راجل ومعايا ست ستات. راجل ست ستات ما انا راجل ومعايا ست ستات. معقولة يا ست هانم؟ الساعة بقت 11 وأختك وبنتك لسه ما شرفتش، أنا مش هسكت على الكلام الفارغ ده. يعني إيه؟ لو سمحت ما تبالغش يا عادل، الساعة 11 إلا 7 دقائق. رانيا من فضلك يا رانيا تبقي تشتري لي بقى ساعة علشان أنا عايز أعرف بنتي تتأخر ولا لأ. على فكرة ما ينفعش التأخير ده، الناس تقول علينا إيه؟ سمعتنا بقت في الحضيض، يقولوا البيت ده ما فيهوش ستات. وقفل الموبايل كمان، قفل الموبايل، يعني مش عايزه ترد عليا، قفل الموبايل ليه؟ اما تيجي بس الهانم ان مفرجتها. لما نشوف سيد الرجاله هيعمل ايه. فاكر لما جيت مره متاخره الساعه 8 بالليل قلبت الدنيا ما قعدتاش، مش الساعه 11. لا بليز ما تبالغيش، الساعه دلوقتي 11 الا 6 دقايق. مساء الخير يا اسرتي العزيزه. مساء الخير، وكمان ليكي عين تقولي مساء الخير. الساعة كام يا هانم؟ قصدك بقى تقولي صباح الخير. بت، كنت فين يا بت انت لغاية دلوقتي؟ المفروض اني ازعل من كلمة بت دي، لكن عشان انا مبسوطة جدا فانا هعديها لك المرة دي. ببتوس حبيبتي قلقتيني عليكي، كنت فين لغاية دلوقتي؟ ليه يا مامي تقلقي؟ انا كنت قاعدة مع منتج اعلانات وهشتغل موديل. واو، موديل؟ هتشتغلي ام موديل؟ هتشتغلي خياطه على اخر الزمن؟ يا ريت يا ماما خياطه، يا ريت جت على قد خياطه دي، بنت هتبقى مودلز من ضمن المود. عارفه المودلز دول ايه؟ اللي بتشوفيه ماما في الاعلانات كده يقعدوا يقولوا ابي تي باتي كاتب والغساده دي والمياصه والعريان والقش بش. ايه ده ايه الكلام الفارغ ده؟ انا طبعا مش موافق. ايه يعني موديل ايه؟ فاكره نفسك باريس شيراتون؟ باريس هيلتون. وبعدين ده بقى الكارت بتاع المنتج حلمي معروف، اظن كلكم عارفينه. يا كدابه بقى، انت تعرفي المنتج حلمي معروف؟ يا كدابه انطقي قولي لقيتي الكارت ده واقع فين. اولا يا حبيبتي انا مش كدابه زي الناس، ثانيا هو شاف ادائي التمثيلي وانا بمثل دور ليلى في مسرح الجامعه وانبهر بيا. ليلى ايه ومجنون ايه اللي انبهر بيكي ده؟ انبهر بيكي على ايه؟ لو سمحتي يا عادل جميل ما تعملش كده في اختي ابدا وتقهر احلامها وطموحاتها اللامعه. اللامعه ايه؟ احلام ورنيش هي ولا ايه؟ ايوه اعملوا تريقات بقى على بنوتي. وعايزه اقول لكم حاجه بقى، ان انا الوحيده اللي في البيت ده اللي هيقرر المستقبل بتاع بنوتي. يا ماما برضو ابي عادل راجل البيت ولازم يكون موافق. ربنا يخليك يا نجلاء، ده طبعا عشان انا راجل البيت. هو مش بس كده يا ابي، هو حلمي بشرطه الوحيد ان لازم يكون في موافقه من ولي امره ويكون راجل. يعني ايه الحكايه؟ لا انا بقى مش موافق. لا راجل من ظهر راجل يا سيد الرجاله. لا تقف في طريق اختي. ايه ما اقفش في طريق اختك؟ هتدوسني يعني ولا ايه؟ بدل ما تنصحيها انت وامها انها تكمل الشهاده الجامعيه بتاعتها. يا سلومي يا عادل، يعني انت عملت ايه بقى بالشهادات بتاعتك؟ فتحت مطعم فول وطعميه. على اساس انك خريج كليه سياحه وفلافل قسم بابا غنوك ايه؟ ابي عادل انت لو وقفت في طريقي انا هنتحر. بقول لك ايه، انت بتهدديني؟ مفيش الكلام ده خالص ومفيش الشغل ده خالص. انا اقعد قدام منتج واتكلم معاه وجها لوجه؟ اسف. علي يا نجلاء. ها تيسير. اهلا يا استاذ عادل. كويس ان الترابيزه دي فاضيه، نقعد بقى نتكلم شويه في شغل كده. هتتكلموا في شغل؟ اخبار المدام ايه؟ انت مالك ومن المدام بتسال عليا ليه؟ على فكره انا اخت المدام. اخت المدام برضو؟ ايه يا تيسير، في هو الكافيه ده مالوش صاحب؟ مين صاحبه يا ابني؟ اتكل على الله. حاضر.
بقولك ايه، اما يجي الراجل المنتج ده انا اللي هتكلم معاه في كل حاجه. حاضر يا ابي. والكلمه اللي اقولها لازم تسمعيها. تحت امرك يا ابي. اهلا نجلاء، النجمه الصاعده الواعده في سماء فن الاعلان. اهلا يا حلمي بيه، ابي عادل جوز اختي وكمان هو انا المسؤوله عن كل حاجه بالنسبه لها. اهلا وسهلا فندم. اهلا استاذ عادل. اتفضل. انا حلمي معروف. معروف طبعا حضرتك، يعني اعلانات حضرتك مش مهنيانة على المسلسلات. شفت اعلان السمنه الاخراني؟ شفته. صراحه انتوا فاضل شويه شويه تحلفوا وتقولوا للناس ان السمنه دي بلدي مش بلدي ولا بلدك. دمك سكر. طب شفت اعلان شامبو زفلطه المزيل للقشره؟ جربته صراحة. الشامبو ده يعني بيزيل القشرة وبيزيل الشعر في نفس الوقت. استاذ حلمي ده كتير، ده اكتر من كتير بكتير. في ايه بقى؟ كفاية حرام كده. مش كده يعني، انا شايف في نبرة صوتك نظرة مش ولا بد من الصبح. ماله يعني؟ طب ما انا بستعمله بقالي شهرين. بص حبيته، خدنا على بعض اكتر. بص الشعر اجيبه كده، اجيبه كده بقى تحت امري، اجيبه كده اهو، اجيبه كده اهو. مين ده حضرتك؟ ده حولة اوبشن المساعد بتاعي. ده فول اوبشن واضح طبعا. حضرتك تحت امرك يعني. هولا معالي الباشا، نخش في الموضوع بقى. استاذ عادل، انا صممت اخد موافقتك الكتابيه منعا لاي مشاكل مع اولياء الامور. وانا بقول لحضرتك انا مش موافق. ما عندناش بنات للاعلانات. البنت لسه بتدرس في الجامعه، يعني العلم يعني المعرفه يعني الثقافه يعني فرحتها بشهادتها الجامعيه. يعني انا هديها 2000 جنيه في الاعلان. يعني نمضي العقد على طول. انا بصراحه يا عادل انا ما كنتش اعرف انك عنيد ومش ممكن تغير رأياتك خالص. لا بصي، هو من ناحيه العند فانا عنيد يعني، وبعدين ما تفتكروش يعني موضوع ال 2000 جنيه دول اللي خلاني اغير رايي ولا ايه يا نجلاء؟ ليه يا ابي خالص، ده انا متاكده من حاجه زي كده. امال ايه يعني؟ انا كان اهم حاجه عندي مصلحه نجلاء. انا صحيح ليا فيهم 1000 جنيه بس مضيت وانا مطمن يعني. ومضيت يا عادل؟ طبعا يا ماما مضيت طبعا، ما هو لازم ياخد باله من الفلوس بتاعت بنوتشي وعلى بنوتشي نفسها. وتمضي ازاي يا عادل لحسن يحبسوك يا ابني؟ هو اول اعلان هتبقى كينونته عباره عن ايه بالظبط؟ اعلان عن لبان اسمه لبان طرقع. طرقع اهو باين من عنوانه، طرقع يعني كله مياصه وقله ادب. انا خايفه قوي ارتبك قدام الكاميرا يا ابي. لا ما تخافيش خالص، انا وجودي جنبك هيطمنك تماما يا نجلاء، بغض النظر على 1000 جنيه اللي انا هاخدهم. يعني انا مش باصص لاي فلوس يعني. مش خساره فيك يا ابي. اهم حاجه بقى دلوقتي تحفظي الاعلان، سيبك من المذاكره ومن الكلام الفارغ ده، اهم حاجه الحفظ. ما اقدرش اعيش من غير لبان طرقع. طرقة بطعم الفواكه الطبيعية. لا لا لا، بصي بصي، يا ريت تكلمي بثقة أكتر من كده، يعني خليكي بطبيعية أكتر وأنت بتقولي ستوب. بتتدخل ليه يا فندم أنت؟ أنا بديها ثقة بس يعني يا أستاذ حضرتك يعني. تديها ثقة وتخرب بيتي بعد ما الأستاذ حماد يقول أكشن مفيش كلام؟ يلا يا ابني خلصنا. إعلان لبان طرقة كلاكيت تاني مرة. أجل. ما اقدرش اعيش من غير لبان طرقع. لا لا بصي بصي، اعدلي اعدلي العلبه كده عشان تبان، يعني يبان اللي هي الصوره دي، وبعدين تقوليها وانت بتضحكي، يعني تقولي ما اقدرش اعيش من غير لبان طرقع. ايه اللي انت بتعمله ده؟ تضحك ليه؟ تضحك ليه؟ هو ده اعلان معجون سنان؟ ده اعلان لبان؟ ثم انت مالك اصلا؟ حضرتك يعني انا بحاول يعني افكه عشان المنتج نفسه يوصل للناس. شكرا يا سيدي، شكرا يا سيدي. ممكن بقى تنقطنا بسكتك؟ لا حاضر حاضر، انا اسف انا اسف. يلا يا ابني يلا خلصنا. اسكت بقى، هتبوظ كل حاجه. يلا اعلان لبان طرقع كلاكيت تالت مره واخر مره ان شاء الله. ما اقدرش اعيش من غير لبان طرقع. لا 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 لا، استوب 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 استوب. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما ينفعش طبعا. لازم بصي تتكلمي بدلع، يعني بتعملي اعلان لبان لازم تتكلمي بدلع، وانت بتعملي اعلان دواء وعندك مغص تقولي ايه تريبيت تريبيت كده هو يعني. ماشي بس اخرس خالص، ايه اللي انت تعمله ده؟ تريبيت 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 وتتدلع. انت انا مخرج غيران مني زقك عليا؟ ها ما تيجي تخرج مكان احسن، اقعد انت مكان. لا لا انا واقف كده كويس حضرتك، اقعد. انا عندي يعني كراسي كتير في البيت يعني. اتفضل. يلا 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 يا ابني خلصنا خلصنا حضرتك. اعلان لبان طرقع كلاكيت رابع مره. ما اقدرش اعيش. لا 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 ما ينفعش. ما اقدرش على طول يبقى ما اقدرش اعيش من غير لبان. يعني خش كده بقوه وبثقه. بس بس انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انا ايه؟ ممكن تسكت خالص؟
ممكن نشتغل. الحق عليا، حق عليا يعني ان انا بفك الحق عليا؟ ماشي ماشي، انا غلطان انا غلطان. وبعدين اساسا اسمه غلط، يعني ايه البان طرقع وانتوا بتعملوا اعلان عن بوم؟ انت ايش فاهمك في اللبان؟ ايش فاهمك انت في اللبان حضرتك؟ يعني انا بحاول افكه، اصل البان طرقع، تعرف تعمل منه بالونه؟ انا اعرف وبعملها كبيره كمان. لا يا سيدي، ما اعرفش اعمل بالونه، الاستاذ حماد ده هو اللي عمل لي اخر اعلان بتاع الشاي الفتله، شفته؟ ايوه حضرتك شفته، ودوت الشاي والاعلان نفسه كان مميز قوي، اما كان الكاريون داخل كده هو على اللي هو الممثل اللي بيعمل اللي هو الاعلان. وبعدين لعلمك بقى الشاي نفسه طعمه مش حلو، لكن بقى الفتله كان طعمها حلو. انا كنت بطلع الفتله من الشاي واحد امصها كده وحضرتك، والله كان حلو قوي. انا حاسه ان الاعلان ده مش هيكمل. لا هيكمل، انا عارف هيكمل ازاي. اعلان لبان طرقع خامس مرة واحسن مرة ان شاء الله. ما اقدرش اعيش من غير لبان طرقع، من غيره بحس اني زهقانة وهفرقع. هاتوه امضغوه هتحبوه. قد برافو يا نوجة، برافو برافو. ايوه مبروك مبروك يا حلمي، اشهد ان لا اله الا الله. شفتوا قعدت ساكت ازاي المرة دي؟ على فكرة الإعلان ده كله فكرتي من أوله لآخره، صح؟ صح يا نوجة؟ طبعا. أنت هتقولي يا بيه ده المخرج من غيرك كان قاعد متكتف. إيه متكتف دي؟ ما فيش مثل تاني غير متكتف وبعدين. بس عايز أقول لك بجد يا نجلة، كنت تتجنني، مش معقول، أنا ما عرفتكيش خالص لما شفتك في التلفزيون. فعلا هي لما نطفت اتغيرت قوي. إيه نطفت دي؟ لو سمحت يا سناء اتكلمي عن نجمه نجلاء بشكل كويس، بعد كده لازم تتعاملي معاها كنجمه كستار. النجمه الله يرحم. انا مش هرد عليكي ده، بس لان النجوميتي ما تسمحليش ارد على واحده من جمهوري. لا 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 يا حبيبتي ريحي نفسك، انا اخر واحده اساسا تعتبريها من جمهوري. بس بس ششت. ايه ده ايه ده ايه ده، ما تبطلي الحقد الطبقي بتاعك ده يا بنتي، انت مجنونه ولا ايه؟ وبعدين حاولي تستخدمي الاسلوب السيكولوجي في الالتفاف حول نجلاء كنجمه متلقلقه. باللك بتاعك ده كله تقصدي ايه؟ تقصدي يا رانيا؟ والله ما اقصدك يا بنتي. بعيدا عن ان احنا كلنا مش فاهمين كلامنا رانيا، بس اسمعي كلامها يعني وخلاص. والله يا عادل مراتك بتتكلم فوازير. ايوه طيب انت هتقولي على رانيا. الو. ايوه استاذ حلمي. اهلا وسهلا. لا النجمة نجلاء نايمة دلوقت. اصلها تعبانة شوية حضرتك، شوية صداع يعني. لا مش صداع نصفي حضرتك، دي لسه صغيرة، عندها صداع ربعي، اصغر من نصف بشوية على قد سنها يعني. ايه حضرتك عايزها في اعلان جديد؟ ماشي حضرتك، انا بقى نتقابل انا وانت يعني ونقعد نتكلم في ظروف الاعلان ده، وهي طبعا هتبقى معانا. ماشي حاضر 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 ماشي. لا لا خلاص نتقابل. ماشي سلام. اتفضل 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 اتفضل. ايه يا ابي اللي انت قلته له ده؟ ليه قلت له ان انا نايمه؟ ده كده يبقى اسمه كدب. كدب لمصلحتك يا ماما، انا بعمل كل ده عشان ايه؟ عشان مصلحتك، ده اسمه كدب فني للمصلحه. اخويا اخويا عشان خاطري عشان خاطري، خدني خدي بصي شكلي، خدني معاك اعلان. انت بالشكل ده ممكن تعملي اعلان مبيد حشري، يبقى بنرش عليك المبيد عشان الحشرات تموت. بيبي انا بليز، انا خدني معاك في اعلان موسيقي طربي سريالي. سريالي طربي. ماشي حاضر حاضر حاضر. طيب يا جماعه بقى انا هدخل انام عشان السهر غلط جدا عليا وعلى نجوميتي. تصبحوا على خير. بطلي مقاصه يا بنت انت. بس شاطه بقيتي، ايش فهمناكك انت؟ انت عبيطه، انت فاكراها زيك؟ طبعا هي ستار، لازم تنام عشان وشها يبقى منضر كده وتبقى زي القمر، لازم مش تبقى زيك انت كومبارس في افلام صامته. بصوا بقى انا مش همضي الاعلان ده الا بشروطي. استاذ حلمي هو جاي يتحكم فينا ولا ايه؟ خلاص يلا بينا يا نجلاء. حولة اتفضل قول شروطك يا استاذ. اول حاجه ما تكتفش تاني في الاستوديو واقول رايي بصراحه في الاعلان. لو سمحت
ادام ما بتفهمش وما بتعرفش وبتقعد تدوشنا يبقى تتكتب خالص وانت في الاستوديو. ما بفهمش وما بعرفش ايه ده لا انا مش موافق على الكلام الفارغ اللي انت بتقوله. يلا بينا نجلاء. يا جماعه يا جماعه ليه القفش؟ خدنا مين القفش يا استاذ عادل؟ يعني يا جماعه احنا لا مؤاخذة الا بعد عداوه، يعني احنا كلنا تيم ورك سوا ناخد صوره سوا. صوره ايه؟ صوره ايه؟ تيم ورك ايه وتيم صدر ايه؟ لا انا بقول لك ايه، الاوله شرط اخره شرط زي ما بقول لكم كده. ها موافقين على شروطنا ولا لا؟ اتفضل قول شروطك يا عادل بيه. حضرتك بالنسبه بقى للاعلان انا هزود الاجر عن المره اللي فاتت وهناخد 5000 جنيه في الاعلان. ليه؟ انا حمدي مع ياسمين عبد العزيز. يا استاذ النجمه نجلاء تتميز بصفات عديده، منها خفه ورشاقه ياسمين عبد العزيز، ومنها كمان رومانسيه منى زكي وحكمه امينه رزق. موافق بس السيد. ايوه كده. اتفضل امضي. قبل ما امضي، ايه الاعلان ده عن ايه بالظبط؟ عن زيت شعر ساعات ساعات. ده اللي بتستعمله الشحروره ولا ايه؟ لا ده اللي كانت بتحط منه فيروز. فيروز؟ طب ما يبقى ساعات ساعات. مدام فيروز اقول لك سميه ايه؟ حبيتك في الزيت ونضرتك بالمشط. يا جماعه فاضل 10 دقايق بالظبط والنجمه نوجا تصحى. اخيرا اخيرا هناكل بنفس اخيرا. بقول لك ايه، نفسي ولبس ايه؟ لا 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 الاكل ده ما تقربلهوش، الاكل ده بتاع النجمه. انت عمه الشعب وعديمه الموهبه، بعد ما يخلص اكل خالص ممكن تاكلي، نسمح لك يعني. نعم يا ماما يا ماما. تعالي يا ماما شوفي ابنك، ابنك بيحضر فطار للست البرنسيسة بنفسه. مش ممكن قلقتوني. اتفضلي. يا نوجا يا دودة يا لولا يا فوفا، ايه اللي صحاك يا قلبي دلوقتي؟ لسه باقي 5 دقايق على ميعاد صحيانك. مش ممكن يا حبيبتي، صوتكوا العالي قلقني. شفتي يا سناء، زعيرك وجعيرك هو اللي صحاها من النوم قبل ميعادها، هيخليها مش هتفطر كويس، وده مش كويس عشان ليه؟ هنجوع من غيرها؟ هنموت من غيرها؟ هنتشرد من غيرها؟ ولا الحكايه حكايه الفلوس اللي عادل بياخدها من وراها؟ طبعا. لا لا لا، يعني نوجا موهبه فذه وموهوبه بالفطره ولازم نحافظ عليها يا جماعه. قصدك كنز لازم نلهط منه، انت اخويا وانا عارفاك كويس. لو سمحت يا سناء ما توترناش الساعه الصبحيه. قولي يا ابي، هي مواعيدي ايه النهارده؟ المواعيد كلها اقول لك عليها دلوقتي يا نجمه، بس الاول لازم تضربي بطين ثلاثه. اضربي. الو؟ ايوه حلمي باشا، اهلا وسهلا. ايوه. لا صراحه النجمه مش هتقدر ترد عليك دلوقتي، يعني اصلها صاحيه الصبح متعكننه في انسان غير مسؤول بيمد ايده حضرتك يعني ومعكننها. ايه عايزنا في اعلان جديد؟ اعلان ايه حضرتك؟ يا سلام، اعلان معجون اسنان. ماشي حاضر، خلاص في الكافيه نتقابل ان شاء الله. ماشي، مع السلامه. بس بيت ملكيش شعبيه. طلباتك ايه المره دي؟ ألف الاغنيه بتاعت معجون الاسنان. ما ينفعش حضرتك، يعني جرب وهتشوف. انا ما اقدرش احط فلوسي في اشعار واحد مش معروف في السوق. ايوه بس حضرتك يعني بتتعامل معايا ان انا مش معروف في السوق، لكن انا موهبه فذه جامده جدا. حضرتك سمعت الاغنيه بتاعت العنب؟ دي جميله جدا. العنب احمر بيتي. دي جميله جدا يا استاذ خالد. هو انت اللي مالفها ولا ايه؟ لا بس بحبها قوي، وممكن الف لحضرتك اغنيه زيها بالكيلو. عايز نص كيلو براحتك يعني. وان قلت لا حضرتك يعني انت مش هتخسر حاجه. لو قلت لا انا كمان اقول لا، ونجلاء ما تعملش الاعلان. بس انا بعمل لمصلحتك. وبعدين انت لازم يبقى لك ظهر في الوسط الفني. طيب معلش يا استاذ حلمي، يعني خليها عليك وخليه يالف الاغنيه. مين عالم يعني، يمكن تنجح وتضرب. لا هتضرب اسمي في السوق. ماشي يا استاذ عادل، ما هو انا مش هديك اي فلوس لا انت ولا نوجا الا ما الاعلان ينجح والمنتج يتشهر. وانا اطمن. وانا موافق حضرتك، ان شاء الله الاعلان هيضرب لانك مع عادل سعيد هتنجح اكيد. دي حتة شعر بسيطة كده. معجون سنان حبيبي لطرم، هيخلي سنانك عمرها ما تخرم، ينفع متولي ووائل وأكرم، والسوس هيسيبك ويمشي ويحرم. أكرم حبيبي الأكرم،
بحبه الأكرم حبيبي الأكرم أكرم من كده إيه ولا معجونهم ولا معجونة ولا معجنتك ولا معجنتا إنجالك تلالي إيه أكرم حبيبي الأكرم. قولي قولي يا بيه، ها إيه رأيك في أدائي؟ سيبك من أدائك، أنا صراحة عجبني قوي الشعر اللي أنا كاتبه. ها ايه رايكم يا اساتذه؟ يبقى اكرم حبيبي الاكرم بحبه الاكرم. وبعدين حلم اتاخر ربع ساعه بحالها دي مش اخلاق منتجين، ازاي يعني اشتغل مع واحد بيتاخر كده يعني؟ معلش يا ابيل غايب حجته معايا اهو جه. يا حلمي معقوله معقوله يعني ربع ساعه افضل من استنيك؟ انا زماني في الربع ساعه دي اكون الفت لي مثلا 3 4 5 6 اعلانات على الاقل يعني. لا يا شيخ جاتك خيبه فيكوا في اشعارك. جاتك خيبه؟ ايه ده ايه ده ايه ده يا استاذ حلمي ده؟ لاحظ حضرتك شوف انت بتكلم مين. بكلم شاعر فاشل وقال الاعلان بكلامه الفاشل اللي زيه. لا 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 نجلاء، تعالى نجلاء، تعالى نجلاء، خلاص مفيش اعلانات تانية هتعمليها مع الاستاذ حلمي ده خالص. نجلاء مين وبتاع مين؟ انا دلوقتي معايا انجي، انجي الى الابد، وادي عقدك اللي خرب بيتي. الله الله، ليه كده ليه كده ليه كده؟ الحمد لله ان احنا خلصنا منك. انجي دي بقى يدي سكالة على السيلة أمورة. انجي دي مضيت ابوها على اقرار انه ما يعتبش باب الاستوديو، وكمان مضيت مع عقد 100 اعلان. انجي يدي سكالة على السيلة. ما كانش نعذر ولا ما يمازر. يلا يا استاذ حلمي لسه ورانا انجي يا اختي، هتسلك جوزي ولا يوسف. يلا بينا استاذ حلمي. طب بقول لحضرتك ايه يعني بالنسبه لنجلاء حضرتك؟ انا موافق ان هي ممكن تعمل معاك الاعلان ب 1000 جنيه. يفتح الله. استاذ حلمي استاذ حلمي. مبسوط مبسوط انت دلوقتي؟ اديك خربتها وقعدت على تلها. انا لسه ما عادش هقعد اهو، بس مش على تلها يعني. حبيبتي نجلاء انا بعمل ده كله عشان مصلحتك يعني، وبعدين بيني وبينك انجي برقبتي. دخل في جوازات بيعيش ويتمرمط مع واحدة بالذات، ويا عيني على دول